الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات المباركة نلتقي مع الأب الحاج طاهر بن الحاج محمد رحمه الله وطيب ثراه. اللهم آمين يا رب. الحاج محمد، ممكن تحكي لنا شوية على ضايت خيابر، على سمية ضايت خيابر، ومن وقته وهي هذه الضاية موجودة؟ من وقت من بالخد هذه الضاية، يقول لك أنا كما راهم يقولوا بياتنا وبيت بياتنا من خلقة الدنيا، كما راه ضاية سموها خيابر، يقولوا لها خيار بر، هي يقولها خيار بر، ماهيش خيار البر، خيار بر سموها خيار بر. منين جات؟ كان جيت من قبل يقول لك خيابر، كان جيت من ظهرة يقول لك خيابر. هذو زوج صيد الصحراء، هذيك اللي يقول لها رايت القلب، جات قلب صحراء، وهذه يقول لها خيار بر. هذو من اللي خلقت الدنيا كيما رانا نقولوا هكذا، حنا لقيناها مسمينا هذاك، سمينا هكذاك، تمينا تبعوا في الكلام الاولين. وانت عايش فيها من اي وقت انت عايش فيها؟ انا راني من اقول من الربعينات، اقول ما خطيتش هذا الوطن هذا، وبياتي ثاني لقيتهم ما فينا هنا في الساحل، المهجر نتاعنا، المقعد نتاعنا، والكسب نتاعنا وكان في سيف عودات سبناها من الربعينات لهم، من الخمسينات لهم رانا فيها. كيفاش كانت المعيشة نتاعكم بكري؟ كيفاش كنتوا عايشين؟ هاي بكري كيفاش كنتوا عايشين؟ عايشين كنا بكري الوقت الأول، كنا الوقت اللي من هي كانوا بياتنا يرحوا، كان الماء ما كانش، كان يزعك الماء، كنا يجيبوا الماء من القرارة، يجيبوه من لكات، يجيبوه من كان من العظام، هذه نهار ثلاثة تحبس، ما كانش، كان الماء مفقود، ومن اللي يتوقف الماء تدوى الناس، من اللي يحمل حال تعود تخمل. كاينين مضام مراير يخلوه زراعة، يخلوه في النوادر. طريقة المعيشة تاعك كيفاه؟ وشين الحوايج اللي كنتوا تستعملوها في الأكل؟ في الأكل لا كثرة المكر، كانت الناس نفخة، كانت الناس معاونة بركة، مش معاونة الماكل، ياكل الصباح ما يسالش حتى يقولوا ولا توالم كان يا خويا يشرب فنجان تاع قهوه وموز، كانت القهوه بكري مقطوعه، القهوه بدودها كاينه، والسكر ما كانش، ياكل يشرب فنجان تاع موز يقعد نهار ونهار ونهار ما ياكلش، ما على بالوش بالماكل، ماهيش كيما الله كي ياكل لك الصباح وزيد العشاء وزيد نص النهار، هو خلق الجب هذا اللي مبني في الضايه هنايا.